من بحر الشام، لا من بحر اليمن، لا 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 مش الشام، لا مش اليمن، بل هو من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هذا؟ هذا نبي أو كاهن منجم عراف؟ الوحي هكذا؟ الوحي يعلم علم يقين. طبعاً أقول لكم لا والله، اقرأوا الحديث جعلوه كاهناً، حديث النواس ابن سمعان في صحيح مسلم، حديث الجساسة الذي يرويه الإمام إمام الكوفة عامر ابن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وائل الكوفة، ترويه عن رسول الله طويل ومعروف لكم جميعاً، حديث الجساسة. وفي آخره، وفي آخره ماذا يقول النبي؟ في ثلثه الأخير يقول عن مخرج الدجال: من بحر الشام، لا من بحر اليمن، لا 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 مش الشام، لا مش اليمن، بل هو من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هذا؟ هذا نبي أو كاهن منجم عراف؟ الوحي هكذا؟ الوحي يعلم علم يقين، لكن لا، النبي لم يكن يعرف. المودودي إمام المسلمين قال هذه الأحاديث كلها النبي لا يعرف مخرجه بالضبط، مرة من أصفهان، مرة من خراسان، مرة خلة، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فيا عباد الله اثبتوا، فعاث يميناً وعاث شمالاً، فيا عباد الله اثبتوا، ومرة من جهة كذا، مرة مش معروف. النبي لا يعرف من أين سيخرج الدجال، النبي لا يعرف هل الدجال الأعور هذا لعنة الله عليه عينه اليمين اليمنى، يعني عينه اليمنى هي المعيبة أم اليسرى؟ في البخاري ومسلم عينه اليمنى، في مسلم عينه اليسرى، عجيب، يعني في مسلم غير اليمنى، إيه؟ يعني في مسلم الرأيان، رأيان ولا حديثان؟ حديثان يا أخي، حديثان صحيحان، حديث بقول عين المعيبة اليمنى في مسلم، وحديث في مسلم العين المعيبة اليسرى. وبعدين ما نوع، ما كيفية هذا العيب؟ قال لك هذه العين مسحاء، مسيحة، ممسوحة، يعني ممسوحة، لا جحراء مجحورة مجورة ولا إيه ناتئة جحظاء، لا بالجحراء ولا إيه، إنما ممسوحة، لا مطموسة، مطموسة مطموسة النور، كالعنبة، طافية، طافية معناها جحراء، عفوا جحظاء طالعة، لا قال لك طافئة معناها مطفوءة، ما فيش فيها نور، لا نعرف هل هي طافية أو طافئة، هل هي جحراء أم جحظاء ناتئة، لم نعرف. كله ينسب للنبي، وفي الصحاح أحاديث صحيحة، كله أحاديث صحيحة، حتى صفته بعدين في صحيح مسلم هو شاب قطط، شعره قطط وشبه، وعند ابن ماجه وغيره شيخ كبير، لم نعد نعرف هل هو شيخ أم شاب. الرأيان، نعم أستغفر الله، الحديثان يقولان الرأيين. بعدين إيش قصة إيه تميم الداري والجساسة؟ وبعدين إيش قصة ابن صياد؟ الأحاديث الصحيحة والصحابة الأجلاء يقولون لا، الدجال هو ابن صائد أو ابن صياد، غلام يهودي، الأرجح أنه ولد بعد أن هاجر النبي إلى المدينة، عجيب، يعني طفلا صغيرا، يعني إذا أتاه النبي في السنة السابعة يعني ربما عمره إيه 7 سنوات على الأكثر، في السنة الثامنة 8 سنوات. على كل حال غلام يهودي ولد في المدينة، النبي كان يظن أنه هو الدجال، يظن مسائل الغيب فيها ظن، هذا نبي ولا كاهن؟ أعيروني عقلكم، ما هذا الكذب على رسول الله؟ قالك لا، ويتلصص النبي، أخذ أي جماعة من الصحابة مع عمر وبدأ يتلصص عليه بين النخل في طائفة النخل، وكان ابن صائد نائما في قطيفة يغط له غطيط، فأمه نبهته قال ما لها، قاتلها الله لو تركته لبين، كان ظهر 100%. يا سلام، والنبي يحتاج لهذه الألاعيب والتلصصات؟ ما في وحي يقول له هذا الدجال وانتهى كل شيء واتركه، لست، لا ما كانش النبي يعرف. ولكن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود كانوا يقسمون الأقسام المغلظة الموثقة أن ابن صياد هو الدجال، انتبهوا، ليس في الواقع على ما ينسب إليهم، لا عمر أقسم أنا هذا كذا ظني بالصحابة وأعرف، ولا جابر ولا ابن مسعود، قال ابن مسعود لأن أقسم 99 أي قسما أو يمينا، أو 99 أي مرة بحسب، أن الدجال، أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من لا أقسم، قال أنا أقسم على هذا، لا
99 مرة هو الدجال. وعلى فكرة بحسب الأحاديث الأخرى وفي صحيح مسلم أيضا أن هذا هو معتقد ابن عمر. لماذا؟ لأنه اتفق له مع ابن صائد ما يحمله ويحملنا لو صدقنا هذه المسنودات المرويات أنه هو الدجال. لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم ورواه أبو داود وغيره أيضا في صحيح مسلم أن ابن عمر ضربه مرة، لا وفي رواية ما ضربوش سبه، لا وفي رواية ثالثة قال له قولا أغضبه، ما عرفناش أغضب ولا سب ضربه مش مشكلة. روايات كله في الصحيح، هذا روايات في الصحيح ضربه سبه قال له قولا أغضبه، واحدة من هذه الثلاث يسيرة الثلاث. فغضب هذا ابن صائد فانتفخ كوتش بلونة، فانتفخ حتى ملأ إيه؟ الشارع السكة، صار الدجال العظيم المنفوخ. معناه واضح 100% هذا هو الدجال صحيح؟ بس الرسول قال لا، الدجال لازم تفتح القسطنطينية. حديث معاذ بن جبل: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، وخروج الدجال طبعا خروج المهدي وعيسى. سلسلة الكذب، فتحت القسطنطينية واستبيحت المدينة قبل القسطنطينية، ولا شفنا لا دجال ولا مهدي ولا عيسى. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، الله أكبر. على فكرة حديث كلها تعكس بيئتها البسيطة الساذجة، الحرب بالقسي بالأقواس وبالنشاب وعلى الخيول. هذا انتهى، ما عاد اليوم عندنا فانتوم وعندنا الشبح وعندنا كذا، ما في، انتهى هذا الكلام، ما في منه هذا. ايه قال لك ممكن كل شيء يدمر بعون الله تعالى ونرجع نتقاتل. ايه لازم ندمر الحضارة وندمر عشان نرجع نصدق هذه الأحاديث، والقسطنطينية كيف نفتحه مرة أخرى؟ ماذا نفعل؟ قال لك هذه أحاديث قطع الله لسانك. لا والله قطع الله الحماقة، ما عدنا، ما عدنا. الحمد لله لدينا كتاب الله والمتواتر من السنة العملية، وعلى فكرة لدينا سنن كثيرة نقبلها على الرأس ونعمة مليون عين والله العظيم، ولا كلام لنا فيها. سنن تمر بمكارم الأخلاق، ترغب وترهب بطريقة صحيحة معقولة، لكن هذه الأخبار والأساطير والميثولوجيا النبوية ما عدنا نقبلها. هذا أنا أقول لكم، هذه الفرس الخاسر، الرهان عليه، رهان على فرس خاسر، هذه باب لتكفير شبابنا وأبنائنا. أنا أقول لكم وستذكرون قولي هذا، لكن إن شاء الله نحن سنعمل ضد هذا الاتجاه من الآن. نحن شرعنا وسنتابع، لن نقف ولن يقفنا أحد إلا أن يقفنا بالدليل. هيا ناظرونا يتونا بالدليل ما شاء الله، ورجوني الدليل. قالك لا عدنان إبراهيم يحكم عقله، لا والله لا 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 لا، ومش عيب على فكرة أنه حكم عقلي، أنا مش أحكم عقلي، لا لا، أنا أحاكم الأحاديث إلى كتاب الله، وبعدين أحاكم الأحاديث إلى أنفسها، فإذا كذب حديث حديثا ما فيش هنا العقل بده يتدخل، حديث صحيح يكذب حديثا صحيحا بشكل صارخ وصادح وفاقع، ماذا أفعل؟ إما أن أرجح أن أحدهما صادق، لكن أحتاج لمعيار أيضا وتبرير تسوية لماذا هو صادق، والثاني كذب، وإما أن الاثنين كليهما كاذبان مكذوبان. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يقول بس فقط كلامي قرآني لا يتخالف لا يتناقض لا يتشاكس، القرآن يصدق بعضه بعضا باستمرار، أما السنة فيكذب بعضها بعضا باستمرار. لماذا؟ لأنها ليست كلها، انتبهوا، ليس لا أقول السنة، ليس كل السنة من عند رسول الله، في منها قدر لا بأس به مكذوب على رسول الله. لا تقول لي يحكم عقله فيلسوف يا أخي، ما هو لا لا لا، لا فيلسوف ولا فلسوف، وإنما الأحاديث يكذب بعضها بعضا وتكذب القرآن. سأعطيكم مثالا، طبعا الموضوع هذا مستحيل أن أرتب فيه أفكاري، هذه يحتاج إلى محاضرة مطولة 6-7 ساعات الدجال، لكن لدينا فقط ساعة في الخطبة، ماذا نفعل؟ الله المستعان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا. جميل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يوم يأتي بعض آيات ربك، ثلاث آيات، لا ينفع نفسا ماذا؟ إيمانها، ما ينفعش خلاص، يعني بلغة رسول الله سد إيه أو أغلق باب إيه؟ باب التوبة، طلوع الشمس من مغربها، والدجال والدابة. واحد يقول له كمان هذا مش عاجبك؟ إيش عندك اعتراض؟ عندي اعتراض كبيرة، مش أنا عندي اعتراض، رسول الله الأحاديث الصحيحة مش أنا،
الحديث الصحيح في الصحيحين المتواترة. تعرفون لماذا؟ معناها إذا ظهر الدجال لم يعد الإيمان ينفع إيه؟ صاحبه، ما ينفعش تأمن، خلاص أغلق باب إيه؟ التوبة. يبقى المؤمن مؤمنا والكافر إيه؟ كافرا، صحيح؟ واحد يقول لي بس يا مولانا الأحاديث المتواترة والأحاديث في الصحيحين تقول بالعكس، الدجال بيظهر وبعدين بيجي عيسى وبقتله، وعيسى بيخلي كل الناس ماذا؟ مؤمنين، صح؟ كل علمائنا قالوا بهذا، يعني بينفع الإيمان والإيمان مطلوب، وهنا بينفعش. أيوة، حلوا لي هالأحجية هذه، بينفع ولا بينفعش؟ والله ما حدا عارف، انتبهوا الآن، طبعا ما حدا فيكم عارف، قلت والله مزبوط، الأحاديث الصحيحة تقول بينفع، حتى تكون الملل كلها ملة واحدة، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام، اللي بتبع عيسى وبسلم أهلا وسهلا، الباقي الذي يصر على كفره كله يباد، كله يباد بنفس عيسى وأيضا بسيف عيسى رسول المحبة والسلام، يحمل سيفا. الدجال إذا ظهر لا ينفع الإيمان، بس الدجال قبل ولا بعد عيسى؟ قبل. من الذي يقتله؟ عيسى عليه السلام، عيسى يقتله. ينفع الإيمان؟ ينفع، قال لك لازم يصير كل الناس، كل الناس لابد أن يصيروا موحدين مسلمين، معناها صار بينفع الإيمان، معناها النبي ما قالش إنه إيه ثلاث أحاديث، أو ما قالش هذا، أو ما قالش الاثنين، طبعا ما بنعرف، ينسب هذا إلى النبي وهذا إلى النبي، كله في الصحاح، وقطع الله لسانك. شفتوا كيف التناقض؟ بلاش، حديث مخرج في الصحيح، قال عليه الصلاة وأفضل السلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وأنا خاتم النبي، ما فيش أنبياء الآن، وسيكون إنه لا نبي بعدي، إنه وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء كثر في الأمة هذه، ما في إيه أنبياء، يسوسون، ما معنى يسوسون؟ يحكمون، حكام. واحد يقول لي كيف هذا الحديث ضد الأحاديث المتواترة أن عيسى سينزل وسينزل نبيا، ما معنى نبي؟ يعني هو نبي، النبي عمره ما يصير غير نبي، صح لن يأتي بشريعة جديدة، حتى بين قوسين هذا كذب، على طريقتهم هذا كذب. لماذا؟ لأنه في شريعة محمد لا إكراه في الدين، صلى الله على محمد وآل محمد وأصحابه، في شريعة رسول الله لا إكراه في الدين، في شريعة القرآن لا إكراه في الدين، مئات الآيات تقرر هذا المعنى، مئات الآيات، لا يكره الناس على الإيمان، إما أن تؤمن وإما أن تقتل، يهلك الله الملل كلها، صحيح؟ لكن عيسى يأتي ويضع الجزية، تقريبا باتفاق الشراح أو جمهرة الشراح لدينا، كل شراح البخاري ومسلم قال لك يضع الجزية، وفي رواية أخرى يضع الحرب، يعني لا يقبل الجزية، إما الإسلام وإما السيف، كما قال ابن حجر من قصير هيك، يبتسلم يبتقتل. هذا نسخ لشارع محمد ولا مش نسخ؟ نسخ لشارع محمد، كذبتم علينا مرة مئة، تقولون عيسى لا يبعث بشرع جديد، عيسى يبعث ويحكم بشرع محمد، كذب. هذا عيسى عليه السلام هي ينسخ شرع محمد، صحيح؟ إيه؟ يلا حلوا لنا هذه الورطة أيضا، ورطة جديدة. وبعدين يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام، حتى تكون الدعوة واحدة عند الإمام أحمد، اللي هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طيب هذا تكذيب كتاب الله كمان من حيثية أخرى. القرآن يقول إلى يوم القيامة سيبقى اليهود يهودا، في يهود يعني في ملة اسمها اليهودية، ستبقى، ستقوم القيامة واليهود موجودين، واليهود عفوا موجودون. قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، بنص آية الأعراف، اليهود باقون إلى يوم القيامة وغير باقين، باقون. أحاديث الدجال والمسيح ابن مريم تقول لا، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام. لو صدق القرآن أو الأحاديث، تفضلوا تفضلوا، كما قلت لكم. لذلك ستقول الآن كل من يسمع خطباتي هذه، والله أعلم، ممن يبتغي الحق سيقول: وحسرتها على عقولنا، وواسف على كتابنا، لقد عطلناه، جعلناه كالشريعة المنسوخة، وخليناه وراءنا ظهريا، تلوناه وما تأملناه، تلوناه وما تأملناه، أما به الإمام ولم نجعله إيه؟ في الأمام. إيه؟ لا يكفي أن يؤم به الإمام، لابد أن يجعل إيه؟ في القدام والأمام، الكتاب. لكن أين؟ يقول لك لا مش شرط،
لأن الإمام مكحولا والإمام أبا نضرة ويرفعه إلى أبي سعيد يسنده إلى أبي سعيد والإمام الأوزاعي والإمام الدارمي والإمام فلان وعلان قالوا السنة قاضية على الكتاب والكتاب لا يقضي على السنة. أستغفر الله العظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. شفتوا؟ إيه إيه، هكذا ألفوا هذه المنهجية العجيبة المتناقضة التي تحفر عين تناقضنا، والحمد لله رب العالمين. نبقى متناقضين متشاكسين لا نفقه شيئا. بعدين انتبهوا، في نفس السياق حديث عيسى، حديث الدجال ويأجوج ومأجوج، هذه القصة الطويلة، هذه الحكاية الأسطورية، ماذا فيها؟ فيها يا أخواني حين ينزل عيسى قال لك فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات ونفسه يبلغ حيث إيه؟ يبلغ طرفه، يعني مرمى البصر، حين يتنفس يموت كل كافر. معناها الحرب مع الدجال محسومة ولا غير محسومة؟ وبإيش محسومة؟ بنفس فقط يتنفس عيسى. قال لك لا، يطارده من مكان إلى مكان حتى يدركه بباب لد، بباب إيه؟ لد في فلسطين، فيرميه بحربته. فلو تركه لنماع لذاب كما يذوب ملح، ولكن الله يقتله بيده ويريهم دمه على حربته. ليش حربة وليش انمياع وليش رصاص؟ النفس بلاش. المعركة مع يأجوج ومأجوج محسومة وغير محسومة؟ محسومة، بنفس مين؟ عيسى. تطلع يا عيسى على جبل على شرف وفقط تتنفس، يهلك مئات الألوف ملايين في لحظة واحدة. قال لك لا، في الحديث الصحيح ذاته الله يوحي إلى عيسى، يا عيسى إني سأبعث عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، خذ عباد المؤمنين المختارين معاك وروح على الطور، وإلا ما فيش يأجوج ومأجوج. ويأتي يأجوج ومأجوج، وأول ما يأتون على بحيرة طبرية أول زمرة منهم تشفط الماء لا يبقى، تأتي الزمرة الثانية تلحس الطين، طين بحيرة طبرية في شوية مية، تأتي الثالثة تقول كان هنا مرة ماء. قصة حلوة، سيناريو عجيب، يعني فيلم، فيلم أسطوري غريب. إيه هذه قصة يأجوج ومأجوج. عيسى لا يستطيع أن يهلكهم، ويرسل الله عليهم النغف، دويبات، يقول لك دابة، دابة دويبات صغيرة تفرسهم في رقابهم فيصبحون إيه فرسا قتلى. ثم يرسل الله طيورا كالطير الأبابيل، طيورا تأخذهم بمناقيرها ترميهم في البحر. ثم يرسل الله مطرا، قيل من تحت العرش، ماء كماء الرجال في رواية، شيء يعني معذرة على كل حال، فيطهر الأرض وينبتها حتى أن الرمان الواحدة تشبع السكن، والسكن هم أهل البيت، تشبع أهل البيت. هذا موجود في الأحاديث الصحيحة. وتعرفون أين موجود بنصه وفصه؟ مثل ما ذكرته أخيرا من رواية كعب الأحبار من إسرائيلياته. كعب الأحبار يحدث، هنا كعب الأحبار إذاعة الإسرائيليات يحدث، ورواه عنه شيخ البخاري نعيم ابن حماد في كتاب الفتن، ورواه عنه أبو جعفر ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره. وبعدين بقدرة قادر استحال إلى نص نبوي النبي قاله من حديث أبي هريرة وحديث النواس ابن سمعان، واستقر في الصحاح. الإسرائيليات استقرت في الصحاح. قال لك عند ابن ماجة زيادة، هذه الزيادة صححها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فيبقى المسلمون، يبقى المسلمون يوقدون من قسي ونشاب يأجوج ومأجوج 7 سنين. تعرفون هذه العبارة التي أوردها ابن ماجة منسوبة إلى رسول الله وصححها العلامة الألباني رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع ولنا معهم جميعا وجمع آوات، موجودة في سفر حزقيال كما هي. يأجوج ومأجوج هؤلاء المختارون يوقدون من نشابهم ومن أقواسهم 7 سنين في حزقيال. قال لك حديث نبوي. يأتيني واحد على باب الله كما يقال مسكين، والمشكلة يأتيك هؤلاء المساكين، يا رجل أنت كذا لست منطقيا، أنت لا تفهم. لا نفهم، نحن درويش، نحن أغبياء، ولا نفهم ولا نقرأ، ما عندناش منهجية علمية، أنتم تفهمون علمونا. أنتم لو تفهم يا رجل، يا رجل هذا حتى لو كان في كتاب اليهود وكتاب النصارى وقاله الرسول، هذا من باب المصادقة، هذا يصدق هذا، مثل ما في القرآن وفي التوراة والإنجيل. القرآن أتى بأشياء كثيرة موجودة في التوراة والإنجيل من باب المصادقة. لا لا لا، العب غيرها، ليس علينا، نحن عقولنا لا تقبل هذا الكلام الفارغ. تعرف لماذا؟ القرآن موحى به إلى رسول الله لفظا
وصياغة. لفظ صياغته محال الرسول، والرسول إيه علم إيه من معناه ما شاء الله له أن يعلم. المهم أن الصياغة موحى بها لفظيا كما هو بنصه وفصه. أما الأحاديث أوحيت للرسول بماذا؟ بالمعنى والصياغة من عند النبي. فيا حبيبي يا صاحب المنهجية يا صاحب القراءات المقارنة، لما أشوف أنا إيه الأحاديث المنسوبة للرسول بنصها وفصها كما في كتب الأولين وإسرائيلياتهم، أعلم أنها إيه مما دس على النبي. إلعب غيرها، مش حالين. مش هكذا يا أخي، لازم العقل يتحرك، لا تكون يعني طيعا أمام الخرافات والأساطير والأفكار غير المعقولة وغير المقبولة. على كل حال، وفي نفس الأحاديث يا إخواني وفي نفس السياقات أن الله بعد ذلك يسعد المؤمنين المختارين، وهم قلة حسب ابن حجر 7000 فقط مع عيسى، يسعدهم بعهد سعيد جدا حيث يمكث عيسى 40 سنة، وفي رواية 7 سنين، لا ندري 40 أو 7، الفارق بسيط يبدو، الفارق ليس كبيرا يعني ليس أضعافا مضاعفة، من 7 إلى 40 الله أعلم يمكث. لكن يمكث كما قلت لكم، الأرض ما شاء الله يبارك في ثمرها وفي زرعها، يبارك في دواب الناس، ويضع الله الأمنة وترقد طبعا الذئبان مع الحملان والبقر مع النمور والأسود والفهود ما شاء الله، والأطفال يلعبون إيه؟ واحد يقول لي شهود يهوى هذا؟ بنشوفه في برج المراقبة، إيه في كتب أهل الكتاب هذا والأطفال يلعبون إيه بالأفاعي والحيات والثعابين، يلقي الله الأمنة، هذا كله في كتب أهل الكتاب على فكرة، وانتقل إلينا عن طريق فلان وعلان على أنه أحاديث من رسول الله المصطفى. ما علينا ما علينا، نعود. وبعدين هذا اسمه العهد الألف السعيد تعرفوا ميلينيوم؟ واحد يقول لي هذا بيبيعوا فيه الأشياء، أي هذا ميلينيوم، هذا اسمه العهد الألف السعيد، هذا عند النصارى. العهد الألف السعيد وصل للمسلمين عن طريق رسول الله، الله أعلم. بنعيش 40 سنة، أو عند النصارى كم؟ 1000 سنة. عيسى يبقى في الأرض 1000 سنة، إحنا خلفناهم طبعاً عندنا استقلال، قلنا لا 7 سنين أو 40 سنة، بل لكن عهداً إيش؟ سعيداً، عهداً آمناً سعيداً. ثم يرسل الله ريحاً من قبل الشام، لا في رواية ثانية من قبل اليمن، كلاهما في الصحيح في مسلم، مرة من الشام ومرة من الله أعلم من هنا أو من هنا. وبعدين هذه تضرب المؤمنين تحت آباطهم، وفي رواية تأخذ بأنفاسهم، لا تدع مؤمناً إلا أخذت إيه؟ بنفسه يعني بروحه، فيموت المؤمنون ويبقى إيه؟ شرار الناس على وجه الأرض يتهارجون، كيف تتهارج الحمر، شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. الساعة تقوم على من لا يقول الله الله، لا يعرفون الله. واحد يقول لي إيش فيها؟ ما فيها شيء، لكن عندي أحاديث صحيحة في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي قال لا يزال نفر من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة. يعني القيامة تقوم برضو على مين؟ على مؤمنين صالحين. في أحاديث أخرى في الصحاح حتى قيام الساعة، إلى الساعة، حتى تأتيهم الساعة مؤمنون صالحون مجاهدون. وهذا بقول لا، بموت كل المؤمنين ويبقى فقط الأشرار الكفار. تناقضت الأحاديث الصحاح الملاح، أخرجونا من ورطة. انتبهوا انتبهوا،